متابعينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. انتم على المباشر معنا على قناتكم شوف تيفي مباشره من مدينه الجديده، بالضبط من كورنيش مدينه عفوا من كورنيش سيدي بوزيد، اذا شاطئ سيدي بوزيد شوف تيفي تحت الرحال. الليله موضوعنا اليوم، واش كتفضلوا الدراسه عن بعد او الدراسه حضوريه يعني في الاقسام؟ كذلك البعض كاين مقترحات انه تكون سنه بيضاء، طبعا عندهم مبررات ديالهم، كل واحد عنده المبررات ديالو. سيداتي سادتي، موضوع النقاش، ممكن التفاعل معنا عبر تعليقاتكم، سيتم قراءة بعض التعليقات ديالكم. سيداتي سادتي دائما على قناتكم شوف تيفي مباشرة من مدينة الجديدة، تحياتي لكم كاع كاملين. نتمنى انه يكون هذا الموضوع جدي، نتكلموا عليه بكل صراحة. السنة بيضاء لمياء الورديغية عفوا، وذلك من أجل تكافؤ الفرص. هذه لمياء الورديغية كتقول بأنها سنة بيضاء، كان ذلك أفضل، وذلك من أجل تكافؤ الفرص. كذلك أخ عصام، خوفا على أولادنا دراسة عن بعد. إذا ممكن فتح نقاش بيننا سيداتي سادتي دائما على قناتكم شوف تيفي مباشرة من منتجع سيدي بوزيد. كيف ما كتشوفوا دابا كتيف كينزل هذا الأثناء بشاطئ مدينة جديدة، شاطئ سيدي بوزيد طبعا سيداتي سادتي. كذلك كوكي إكرام تفضل سنة بيضاء، سنة بيضاء. ممكن كذلك في التعليقات ديالكم تقولوا لنا علاش بالضبط السنه البيضاء. التسجيل غيبدا من هذا الاسبوع طبعا. مساء الخير على الجميع. السي عبد اللطيف الشباك، علي بن طيب، مساء الخير اخي، مساء الخير ادم البركاني، تحيه الناس بركان السماء، اسامه مساء الخير، توريا حمدوي مساء الخير، مساء الخير عليكم كاع كاملين مره اخرى. سيداتي نرجس اليوبي كتقول سنه بيضاء، صراحه سنه بيضاء. ان العديد من متابعينا كيفضلوا سنه بيضاء على الدراسه عن بعد او حضوريه. البعض كيقول كانه كاين تخوف من انتشار هذا الوباء داخل الاقسام، يعني خوف خصوصا بالنسبه للاطفال الصغار، تلاميذ ممكن انه تكون اصابات في بعض المدارس اللي تقدر تنتشر بسرعه. كيف ما كتعرفوا السبب الخطير هو كثره الحركه بالنسبه للوليدات الصغار، ذلك شيء خطير ممكن انهم بسرعه ينتشر هذا الوباء. هذا تعليل الناس اللي كيقولوا نفضلوا انه تكون دراسه عن بعد. كذلك دراسه عن بعد، البعض كيقول بانه الا كانت دراسه عن بعد ما غتكونش واحد الاستفاده كيف ما دراسه عن قرب يعني داخل الاقسام. سيداتي سادتي تحيه لكم مره اخرى. سنه بيضاء وطن امين يفضل سنه بيضاء، سنه بيضاء. كذلك حكيم نعيم يقول سنه بيضاء كان ذلك احسن. محمد بن حمادي سنه بيضاء. نبيلة حمودان تقول ما هي قيمة سنة بيضاء؟ إذا كانوا وليداتنا غادي يبقوا في الشوارع والتجمعات، غادي يكثر فيروس كورونا بكثرة. إذا أخت نبيلة هذه وجهة نظر ديالها، كتقول بأنه إذا كانت سنة بيضاء طبعا هاد الوليدات ما غيبقاوش في الدار، غيكونوا تجمعات، غيكون خروج، يعني الفيروس إذا بغى ينتشر غينتشر. وجهة نظر تحترم. أم عمران تقول سمعوا، أم عمران كتقول لكم تأجيل الدخول، يعني هذه فكرة جديدة، تأجيل الدخول المدرسي الحين، يعني نعرفوا فين غادي هاد، إذا نشوفوا هاد الوباء واش ممكن أننا في يعني غتكون شي لقاح اللي كيف ما كنسمعوا في شهر 10 ممكن يكون هذا اللقاح، يعني شهر 1 شهر 12، يعني في هاد 3 شهور الاولى. ام عمران تقول تاجيل الدخول حتى يكون حل لهذا الوباء. كذلك ياسر ام دولفي يقول سنه بيضاء. اذا اغلب متابعينا كيأكدوا بان سنه بيضاء هي الحل لهذا المشكل ديال الدراسه. اسامه اس اش سنه بيضاء كذلك.
محمد بن حميدة بن حميدة ممكن نقدر نكون غلط، تقول لي يا خويا ما حشومة. سي محمد بن حميدة الله يجازيك بخير، ممكن تعاود التعليق ديالك وغادي نقرا لك. ناصر ناصر وعليكم السلام اخي، سنة بيضاء كذلك، افضل تعليم حضوري بالنسبة للتلاميذ. الوافي وليد كيقول حضوري كان ذلك احسن. ريان واك مساء النور. صلاح جبار سنة بيضاء كذلك. سلمى نجاة التأجيل او سنة بيضاء. جوكر كيقول سنة بيضاء. اذا تأجيل تسجيل تلقاو اللقاح بالنسبة لياسين بي. تحياتي للمولي المهدي الفادي، اهلا صديقي العزيز مولاي محمد، مولاي محمد عفوا، مولاي محمد الفادي، تحية لك وتحية للناس حد السوالم، تحية كبيرة لأخي وصديقي العزيز مولاي محمد. كذلك سلمى لولو تقول تأجيل الدراسة. إذا الموضوع مهم ومهم جدا، الله يخليكم، ممكن أنكم تعطيوا اقتراحاتكم، كذلك يكون واحد الحوار بيناتنا، واحد النقاش على هذا الموضوع المهم جدا هو الدراسة ديال الوليدات. البعض كي إذا كنا قلنا واش الدراسة عن بعد أو الدراسة الحضورية، يعني في الأقسام. اليوم تنسمعوا فكرة أخرى من بعد الفكرة الثالثة اللي طرحت وهي سنة بيضاء، فكرة أخرى هي تأجيل الدراسة لحين ظهور اللقاح. تحية المولاي محمد الفادي، تحية سلمى لولو، تأجيل الدراسة. ريان واك بغينا قراية عن بعد، راه خايفين. وجهة نظر تحترم. ريان كيقول من الأحسن الدراسة عن بعد، لأنه ما يمكنش يغامر بحياته يمشي يقرأ وسط تجمع، ممكن يكون تجمع، ممكن تكون بؤرة. الله يسر، الله يحفظ، الله يحفظنا جميعا. أشرف النحال حضوري بالنسبة للبوادي، هذه فكرة جديدة أخرى. سي أشرف النحال كيقول حضوري بالنسبة للبوادي، ممكن تعطينا التعليل علاش، علاش البوادي حضوري وبالنسبة للحاضرة أو المدن عن بعد. وفي وليد كيقول التعليم الحضوري بالنسبة لك كتلميذ. إذا الوافي وليد كيفضل التعليم الحضوري. محمد بوحداش تحياتي لكم خوتي المغاربة داخل خارج أرض الوطن. عبد السلام فرتاخ سنة بيضاء، صلاح بيضاء كذلك، سنة بيضاء للجميع. كيطالب متابعينا سيداتي سادتي كيفضلوا عن بعد أو تأجيل الدراسة. كذلك البعض كيقول سنة بيضاء. عبد الرحيم جرين كيفضل سنة بيضاء. أسماء تقول أي حل مقبول إلا الدراسة عن بعد فهي يعني ما مقبولاش، كتقول بأنها مقبولاش. أسماء يعني ما مقبولاش، لا تقبل الدراسة عن بعد. كذلك موضوع مطروح الآن، يعني شكايات لما كنكونوا في البوادي هنا، في تقريبا في جميع البوادي أو القرى أو المداشر بالمغرب العزيز، كنجبدوا هذا الموضوع ملي كنمشيو شي مداشر وبعض القرى بلادنا العزيزه المغرب، كنجبدوا هذا الموضوع ديال الدراسه. كيقولوا لنا احنا ما عندناش حتى الريزو، ما كاينش الصبيب، كيفاش هذا الانسان او هذا التلميذ اللي ما عندهمش الريزو في الدوار ديالهم كيفاش بغيتيه يقرا وانت كتقول ليه اقرا عن بعد؟ اذا مشكل كبير. هاد الطالب ولا هاد التلميذ اللي غادي يقرا في واحد عن بعد، هو اصلا ما عندوش حتى التليفون، ما عندوش الريزو في المكان اللي كيسكنوا فيه. اذا بالنسبه ليه سنه بيضاء كان ذلك احسن. نعيم فنكار انا ام وخايفه على اولادي، باغا سنه بيضاء. اذا من حقك نعيمه. يمكن فنكار. حسن الحماوي سنه بيضاء كان ذلك احسن. إذا الأغلب الناس التدخلات ديالهم كيطالبوا بسنة بيضاء. خالد برزيق من زمامرة سنة بيضاء من الأحسن. تحية الناس زمامرة. خالد اللي شاف تأجيل الدخول، فكرة هذه كنعتبرها يعني جديدة كذلك مهمة جدا، ما نقدروا نأجلوا الدخول كان ذلك أحسن. أظن
ما كاين قرايه هذا العام سنه بيضاء. جمال بناني كريمه سنه بيضاء. كذلك هدى ايت مهنا كتقول بان هذا وباء يجب التعايش معه لا للتاجيل. اذا كتقول بان العالم خصو يتعايش مع هذا الوباء. اخت هدى ايت مهنا كتقول لا يجب التاجيل. طبعا هذا مفهوم القصد ديال اخت هدى. البعض كيقول بانه ما يمكنش غتضيع على وليد عام ديال الدراسه يبقى جالس الدراسه. سنه بيضاء كريمه كتقول سنه بيضاء. احمد الدردابي السلام عليكم اخي نطالب بتاجيل الدخول المدرسي. مريم ميري تاجيل كذلك. محمد بوحداش وعليكم السلام. اشرف النحال حضوري بالنسبه للبوادي. بغينا نعرفوا السي اشرف علاش حضوري بالنسبه للبوادي بالنسبه للناس ديال الحاضره عن بعد، يعني شنو الفرق. سنه بيضاء عزيز الوزني كيقول اكرام لولو وعليكم صافا تخي بيان الحمد لله. رقيه اشترط جيل دخول المدرسي. سنه بيضاء بالنسبه لانيس. انيس مجموعه باسمي تاجيل الدراسه. تاجيل حسن العمري كذلك. اكرام لولو مساء الخير. النجار يقول معك سعيد من ايطاليا تاجيل مدرسه تأجيل الدراسة. إذا أغلب حضوري. هشام الناصري يقول حضوري. إذا مرة أخرى متابعينا الكرام سعد الله أوقاتكم. الناس اللي دخلوا على المباشر موضوعنا اليوم هو الدراسة عن بعد أو حضورية أو سنة بيضاء. فكرة جديدة اللي تلقيناها اليوم من متابعينا الكرام. البعض يقول تأجيل الدراسة إلى ما إلى أجل غير محدد إلى حين ظهور أو اكتشاف هذا اللقاح اللي غيحمي الناس من هذا الوباء. إكرام لولو مالك سنوات الضياع مساء الخير. يستحسن سنة بيضاء بالنسبة لنعيمة الهادي. الأم أدم حضوري. إذا حضوري البعض كيقول بأن حضوري لأن الدراسة ملي كتكون حضورية كتكون استفادة أكثر من عن بعد. السي محمد دودوح مساء الخير. نعم انا ناسيك معك خويا محمد بن حامده. مساء الخير عليكم كاع كاملين. السي محمد بن حامده تبارك الله عليك. ناصر كيقول الدراسه بالنسبه للابتدائي ما يمكنش تكون قرايه عن بعد. اذا خصوصا ان اذا الصعوبه فين؟ الصعوبه بالنسبه للتحضيري او يعني الناس الاطفال اللي غيدخلوا اول مره للمدرسه. يعني من الصعوبه بما كان انه طفل يلا دخل غادي يتعلم الحروف وغتبدا تعلم فيه عن بعد. واش هو اصلا غيعرف يتعامل مع الهاتف ديالو او مع البيسي يعني الكمبيوتر عن بعد؟ صعيبه يعني ما نقدروش نتقبلوا هذه المساله. المساله الاخرى انه ارى صراحه هذا راي خاص تاجيل الدراسه يعني فكرة معقولة لأنه كاين أمل أنه يتلقى هذا اللقاح إن شاء الله رب العالمين. كذلك سنة بيضاء ممكن أنه تكون مضاعفات بالنسبة للتلاميذ أو الطلبة. لما الإنسان كتقول له سنة بيضاء يعني عام كما كتعرفوا أن هذا الشباب ديالنا عندهم واحد الحماس أنهم يوصلوا لواحد المرتبة في أقرب وقت. يعني لما غادي تقول لي هذا العام ما غتقراش غيحس يعني بحال غتهرس لي هذيك الكارير ديالو غتحبس خصو يعاود يغوديماري حياته. حتى في الدراسه لما الانسان كيف ما كتعرفوا حنا تتخرج من الدراسه سنه واحده كتلف كل شيء. الناس اللي ما كيعاودوش يطالعوا ما كيعاودوش يقراوا يعني شاب او طفل غتحبس عليه عام. كيف ما كتعرفوا الاغلبيه كيقرا في المدرسه قليل فين تيقرا في الدار. يعني المتابعه الدراسيه كتكون وسط القسم اكثر ما وسط الدار. لما غادي تخرجوا او غادي تعطيه سنه بيضاء باش يعاود العام السنه الماجيه ان شاء الله يعاود يبدا الدراسه. الصعوبه بما كان بانك خصك تراجع معاه السنه الفارطه يعني بحال غتعود معاه من الاول. وصعيب انه صراحه الانسان ما يهش الكتاب عام
وعاود تبدا معاه او تكمل معاه. مثلا هو تيقرا في التاسعه العام الماجي غادي يقرا في الثانوي، وغادي تجي للثانوي غادي ما يمكنش هذاك الشيء اللي قراه في التاسعه كون على يقين. نسبه كبيره من التلاميذ غادي ينساو. انا اتكلم لا بالنسبه للتلاميذ لا بالنسبه للطلبه، يعني الفكره ديال سنه بيضاء انا لا احبذها. بالنسبه للحضوري، واش هاد الطالب او هاد التلميذ اللي غيحضر اللي غيدرس في يعني غيكون حاضر في القسم او في لونفي، واش غيلتزم بوضع الكمامه، غيلتزم بالتباعد، غيلتزم يعني ببعض بغسل اليدين والتعقيم؟ كذلك واش حنا عندنا اقسام اللي غادي نقريو كل شيء وغيكون التباعد؟ صعيب وصعيب جدا صراحه، كل صراحه. اقسام ديالنا دابا ومكتده، يعني الخطوره ديال بؤره يعني ممكن اننا في رمشة عين تولي عندنا بؤره لا سمح الله في بعض المدارس او الاقسام، لا اقول العموميه او الخصوصيه، يعني كاين اكتضاد. كذلك في السنين الاخيره ولينا كنشوفوا حتى المدارس الخصوصيه ولا عندهم اكتضاد. اذا الطلب ولا اكثر من العرض. كما يعلم التلميذ او هذا الطالب غيلتزم بوضع الكمامه طول المده ديال الدراسه، عفوا ديال يعني الحصه مثلا ساعتين ولا ثلاثه سوايع ولا اربعه او ساعه، هو ما غيحيدش الكمامه. يعني هذه الفكره عاوتاني كاين مشكل، يعني كاين ايجابيات وكاين سلبيات، لا بالنسبه للحضوري لا بالنسبه عن بعد لا بالنسبه لسنه بيضاء. الفكره صراحه اللي جاتني اللي كنحبدها انا هي تأجيل دخول المدرسة، هذا رأيي الشخصي. إنما عن بعد كيف ما كتعرفوا حنا كنمشيو للمداشير والدواور، راه ما كاينش حتى الريزو باش وهذاك الطفل اللي غيدخل التحضيري الأول اللي خصك تعرف تعلمو الحروف والكتابة ديال الحروف العربية والفرنسية، واش عن بعد غيقرا؟ حنا كنقولوا مثلا عنده التليفون وعنده الكمبيوتر عنده البيسي، من الصعوبة بما كان أنه وكتعرفوا لا باز هو التحضيري، يعني تما في غيتعلم الحروف والنطق ديال الحروف، كذلك الكتابه يعني العربيه والفرنسيه. عن بعد اشنو غيقرا؟ هو اصلا كيمشي للمدرسه وكاينه مشاكل. يعني هذه المساله عن بعد ما غتكونش يعني ما غيكونش واحد الاستفاده بحال الحضوري. وكذلك الحضوري مشكل اخر كيف ما ذكرنا، يعني الحضور ما غادي يكون، واش حنا مستعدين؟ واش المدارس ديالنا واش الاقسام ديالنا كافيه باننا غنديروا التباعد وباننا خصنا نديروا الكمامات وبان الكمامه خاصها تبدل كل ساعتين؟ واش حنا قادرين على هادشي؟ اذا صعيب وصعيب بزاف. كذلك كان كيف ما قلنا بالنسبه للسنه البيضاء، راه صعيب ان تلميذ او طالب تجلسوا عام في الدار والعام الاخر تقول لي كمل القرايه، صعيب. راه كيف ما كتعرفوا راه الناس كدوز 3 شهور ديال الصيف راه كتنسى، عاود غوديماري عاود تيبدا عاود ثاني تيراجع تيقرا. انا تنهضر بالنسبه لكل شيء، ماشي لا اعمم، ولكن الحضوري كاين المخاطر ديالو، عن بعد كاين السلبيات. سنه بيضاء مشكل كبير. انا صراحه احبذ تأجيل الدخول المدرسي. فاطمة العياشي تقول حضوري، ممكن أنكم تقولوا لنا حضوري وعلاش؟ علي المنيتي حضوري أحسن بعد مرة مثل الدريوش، يعني كذلك هذه فكرة بالنسبة لبعض المناطق اللي ما فيهمش إصابات بزاف هذا الوباء ديال كورونا. أحبذ أنه علاش لا يكون حضوري، لان النسبه يعني نشوفوا النسبه ديال الاصابه كذلك مع واش يكون حضوري. يعني كنظن انه حتى القرار خصو يكون بالنسبه لهاد المسائل يكون كل اكاديميه او كل مدير يعني اقليمي ديال وزاره التربيه الوطنيه يكون مع
العدد ديال الاصابات بهذيك المنطقه. ما نقارنوش مثلا عدد الاصابات بمدينه بالجهه ديال الدار البيضاء او جهه طنجه تطوان مع منطقه فيها النسبه ديال الاصابات مثلا في اقاليم جنوبيه تبارك الله ما شاء الله النسبه ديال الاصابه قليله، يعني ممكن انه يكون حضوري لانه النسبه ديال الريسك او المخاطر غتكون قليله. اخ كريمه ام رحاب تقول التاجيل هو الحل الانسب المرضي للجميع. كذلك خديجه مصلوح كتقول المشكله التلميذ راه صب ويزيد سنه بيضاء، كذلك مشكل اخر يعني الانسان التلميذ او الطالب اللي رصب او سقط في هذاك القسم وتعاود تزيدو عاوتاني عام اخر بحال سقط عامين، يعني غادي يضيع عامين من حياته. تاجيل سي سعيد سي سعيد كيقول التاجيل واش حنا عارفين فوقاش غتنتهي كورونا حضوري بالنسبه لام اسامه. حسن حياني كيقول حضوري اوروبا اكثر منا غادي يقراو حضوري، اذا اكثر منا ولكن واش حنا مستعدين اخي؟ واش حنا كدوله خصنا الانسان من يكون بحال هذا المشكل خصو يعني يشوف القدرات ديالو يشوف يكون بعدا ما يكذبش على راسه. اول حاجه واش حنا عندنا اقسام مكتظه فيها 40 50 واحد؟ واش 40 50 واحد في هذا الوباء غادي نقريوه حضوري؟ فمن الصعوبه بما كان خصوصا المناطق اللي فيهم اصابات بزاف، يعني انت كتخاطر بالتلاميذ والطلبه، يعني الا ما فوبا كومباري لان كومباراب ما نقارنوش رؤوسنا بواحد الدوله اللي كيقراو 16 او 20 في القسم هذه على طول العام. حنا نقولوا الحقيقه كاينين المدارس عموميه اللي فيها فوق 40 واحد، يعني 40 واحد في هذا الوباء وحضوري صعيب. فاطمه العياشي تقول التاجيل شاديه رميز كتقول صحيح كان على الوزاره تاجيل اصلا في السنوات الماضيه كانت الدراسه كتنطلق حتى ل 5/15 وفي الحقيقه لا نبدا الدراسه بجديه حتى لاكتوبر. كريمه اذا شاديه كتقول بان الدراسه سابقا كانت كتبدا حتى 15 شهر شتنبير شهر 9 وحتى الدراسه الحق يعني البدايه الحقيقيه ديال الدراسه كتبدا في اكتوبر، هذه صراحه حقيقه. هذه كريمه ام رحاب لان مدارسنا تتوفر على شروط السلامه، هذه هي الفكره. برافو عليك اخت كريمه ام رحاب. قلتي فاطمه العياشي تاجيل زهره ايت بلاش، انا كنفضل بعدي وندير لولدي استاذ الساعه. شكون ضمنك هذاك الاستاذ ما مريتش بباب الله يستر بهذه كورونا اللي غيدخل الدار؟ يعني مشاكل كاين شويه ديال المغامره. بالنسبه لندى، ندى تقول سنه بيضاء للتلاميذ السرتيش الحضوري. اذا اميره الصغيره انا ما غاديش نعاود نولد وليداتي. هند رشيد حنا ماشي اوروبا طبعا. فاطمه العياشي التاجيل. اذا اغلب متابعينا على قناه شوف تيفي يفضلون التاجيل، تاجيل الدراسه، خصوصا انه حنا الان ولينا كنسمعوا ارقام قياسيه، ارقام مرعبه صراحه. لما كتسمع يعني 1400 1500 حاله يوميا، كيفاش بغيتي تغامر؟ يعني صعيب صعيب القرار غادي يكون صعيب. انا احبذ وافضل ان كل جهه ديال التعليم او كل مديريه التعليم بكل مدينه يتحمل مسؤوليته او يشوف على عدد الاصابات. يعني ما يمكنش نقارنوا احنا مكان او يعني مثلا المدينه نسبه الاصابات فيها قليل ممكن انها تكون حضوري، ولكن اذا كانت نسبه كبيره ديال الاصابه بهذا الوباء ما يمكنش